هذه أخت سورية تحدث بقصتها، تقول أنا تزوجت ورزقني الله برجال أقصى ما أتمنى من الرجال، كل شيء أتمناه فيه حبيته وعشت معه حياة أجمل حياة، وعملت حركة غريبة، أنا ما كنت أبغى حمل فقررت أني أخذ حبوب منع الحمل ولا أعلم زوجي، أبي أستمتع بحياتي، كل اللي أجلس معهن من قريباتي يقولون يا فلانة استمتعي بحياتك، حنا تورطنا جبنا عيال وتورطنا ودخلنا في الشقة بدري، خذي راحتك يا بنت الحلال واستمتعي لاحق على العيال. تقول فكنت أخذ حبوب منع الحمل أشتريها من الصيدلية وأخذها قبل الجماع ولا يحصل حمل، استمريت على هذا الحال 5 سنين. ثم جاني زوجي في يوم من الأيام وقال لي يا فلانة والله في بالي أني يجيني عيال، ودي نفحص ونشوف وضعنا وشو، أنا بروح أفحص وانت يفحصي. فحص الرجال وإذا وضعه سليم، قال له الدكتور ما شاء الله عليك حصان ما عندك مشكلة. راحت هي تفحص فقالت لها الطبيبة والله عندك ضعف، علميني انت وش العلاجات اللي تاكلينها يمكن يكون لها دور. فصارحتها قالت له والله أنا من 5 سنين وأنا أكل حبوب منع الحمل، كنت تأخذينها بوصفة طبية؟ كنت مطلعة دكتورة على هذا الكلام؟ قالت لا والله أنا من نفسي. قالت هذا التصرف أدى أنك أنت صار عندك ضعف شديد في التبويض، أنت يعني صعب يجيك عيال. تألمت المرأة، تضايقت، خصوصا أن لها دور في هذا الأمر، لكن قدر الله وما شاء فعل. كلمها زوجها وقالها يا فلانة بما أنك أنت ما يجيك عيال، والله أنك غالية وعزيزة علي وحبك ونور عيوني أنت، بس أنا أبي عيال، وأمي ألحت علي تبي تشوف عيالي فأنا بتزوج. قالت من حقك تزوج، بس أنا بطلب منك طلب، وشو؟ لا تتخلى عني لأني والله أحبك ومالي بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت. قال والله ما أتخلى عنك ولا أتركك، أنت غالية وحبيبة لقلبي وحبت ولا يمكن أتخلى عنك. وفعلا تزوج الرجال. زوجته الثانية أول حمل لها يا جماعة بعد فترة بسيطة، أول حمل لها توأم، شوفوا يا جماعة كيف الله رزقه. ثم سبحان الله العلي العظيم ولدت وبدأت تربي عيالها. الرجال تعرفون ساكن في بيت واحد، وضعه يعني ما هو غني، ساكن في بيت واحد وهذه في غرفة وهذه في غرفة. في يوم من الأيام جالس مع زوجته الأولى ويسولفون، وتعرفون مشاعر الرومانسية مشاعر المحبة. ثم قالها يا فلانة أنا والله ما حبيت زوجتي الثانية فلانة، يعني ما يعني لها يعني محبة بس ماني بحبها مرة يعني. وأنا قاعد أفكر تفكير ما أدري توافقيني فيه ولا لا. قالت وشو؟ قال أفكر أطلقها، والعيال الحمد لله الحين عندي منها تقريبا 4 يصيرون عندك سنتي وربيهم، يصيرون عندك سنتي وربيهم، يصير زيتنا في دقيقنا، وهذه مع السلامة برا برا. تقول فقلت له أعوذ بالله أعوذ بالله، أنا أحرم أم من عيالها؟ أنا أتسبب لها في خراب بيت وفي طلاق؟ لا والله ما أسوي كذا يا فلان، ولا تيجي منك يا فلان. قال يعني؟ قالت يعني الله يخليك لا تعيد لي هذا الكلام، شركة فيك مبروكة، اشتراكنا فيك مبروك، وأنت ما شاء الله عليك كفو قدنا أنا وهي، وهي جابت لك العيال وأنا ما جبت لك العيال، لكن الله مقسم الرزاق بيننا وبينها، والعيال عندنا نربيهم أنا وانت وهي، لكنك تحرمها من عيالها؟ لا والله، وأرجوك لا تعيد لي هذا الكلام. تقول وقعدنا خلاص رجعت حياتنا الطبيعية. تقول أنا أشوف رؤية، أشوف حمامة في المنام رافعة جنحانها تدعي لي، كل ما نمت أشوف هالحمامة
رافع يدينها تدعي لي دائما تتكرر علي. تقول فسألت شيخ معبر، قلت أنا أرى كذا كذا كذا. فقال لها المعبر إن صدقت رؤياك فيه امرأة صالحة تدعي لك دعاء حثيث إن الله يوفقك وإن الله يرزقك من واسع فضله، وتراها حتى في قيام الليل تدعي لك ما تنساك من الدعاء. تقول المهم قعدت فترة، ثم جاني إعياء وغثيان ورغبة في الترجيع. رحت أفحص عند الدكتورة نفسها دكتورتها الأولى، قالت لها يا فلانة ما شاء الله أنت حامل. شلون يا دكتورة؟ والله أنت حامل. يا دكتورة بدأت الدموع، يا دكتورة أنت قلتي لي صعب. قالت أنا قلت لك صعب بس ما قلت لك مستحيل، وما على الله شيء بعيد، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى. الحين أنت حامل ما شاء الله. دكتورة تأكدي؟ قالت والله متأكدة أنت حامل. رجعت الأخت هذه للبيت، استقبلتها الزوجة الثانية عند الباب، وكانت علاقتهم مرة طيبة. قالت لها يا فلانة؟ قالت نعم. قالت أبشرت الدكتورة تقول إني حامل. حضنتها الثانية وبكوا. قالت لها الزوجة الثانية والله يا فلانة إني ما أنسات من الدعاء، والله من يوم سمعتت أنا مرت من عند الغرفة وأبو فلان يقول لت إني أنا بطلقها بخلي العيال عندك، وسمعتت وانت تقولين لا والله ما أرضى أنك تطلقها وتأخذ عيالها وتخليهم عندي، لا والله ما أرضى أنها تكون مظلومة. من ذيك اللحظة وأنا ما اعتبرت إلا أختي، من ذيك اللحظة وأنا ما أنسات من الدعاء، ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى وادعيلت والله أكثر من دعائي لنفسي، لعل الله يفرجلت ويسعدت مثل ما تتعاملين معي ومثل ما أسعدتيني بكلامت. وفعلا رزقها الله ولد، وعاشوا في ذا البيت حياة أخوات ما تدري هل هم ضرات ولا أخوات من شدة المحبة اللي بينهم. إيش السبب يا جماعة؟ السبب الغل والحقد والغيرة، لما تزيلها من نفسك تترفع عنها الله سبحانه وتعالى يرزقك صفاء القلب ونور البصيرة وحلاوة الروح، تصير تحب للناس الخير، ما ترضى بالظلم حتى لو كان فيه مصلحتك أنت، ما ترضى أن يظلم أحد، لأنك تعرف أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوفوا يا جماعة الخير، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ترى الغل هذا والحسد والحقد اللي في قلبك إذا نزعته وقللت منه وترفعت فوقه الله سبحانه وتعالى يرزقك سلامة الصدر وحب الخير للناس، يرزقك لذة الحياة وطيب الابتسامة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقكم سلامة الصدر ويرزقكم الابتسامة الصافية ويرزقكم الرزق الحلال ويصب عليكم الخير صباً.